ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح. يسعد صباحكم مشاهدينا، انا كوتش حسين من راديوم جم. اليوم بدنا نعطيكم فقره رياضيه بعنوان تمارين للور بدي، بالاخص هاي المنطقه اللي بيستهدفوها اكثر شيء البنات، اللي هي منطقه الثاي الفخذ ومنطقه الهبس. حنبلش فيهم، حيكونوا عباره عن اربع تمارين. حنبلش فيهم بتمارين السكوات. هلا تمارين السكوات كالعاده بتعرفوا حيكون بعرض عرض كتافي، بنستهدف الهبس اكثر، بنوسع الرجلين شوي، عندي القدم تكون للخارج شوي. ممكن نستخدم وزن، ممكن يكون تمرين بدون وزن. مبدئيا احنا حنستخدم وزن، هون معنا وزن نحطه هون على الكتف، حيكون ظهر ستريت، جست اب داون، اطلع فول موشن. هنعمل تمرين عباره عن 15 عده وبنريح بعديها 30 سكند، لانه احنا عم استخدمنا في اوزان. بعدين ننتقل للتمرين اللي بعديه، هو عباره عن تمرين البريدج. نستخدم المات، ننام على المات هون، نطلع ننزل، اهم شيء نطلع فول موشن وننزل شوي شوي. برضه بنعمل 15 عده وبنريح بعدها 30 سكند. بعد ما نخلص تمرين البريدج نعمل تمرين اسمه لانجز، ممكن نستخدم برضه وزن، ممكن بدون وزن. اول شيء نطلع لقدام، لما ننزل وزني بنزل للاسفل ما بطلع لقدام. هاي الاخطاء ممكن نستخدم نعملها بتمرين اللانجز، لازم انزل ستريت هون تمام، بعدين نرجع بنبدل رجل ثاني. برضه بعمل لكل الرجل 15 تكرار داون، امشي ركبتي ما تطلع لقدام، وزني على الهيلز. اخر تمرين ممكن نعمله هو الكيك من هون، حيكون من هاي الوضعيه نفرد اجرنا على الاخر لورا، نعمل كيك لورا. بحاول بس انزل ما تلمس رجلي الارض وبطلع شكل مستقيم. هذا التمرين بيستهدف بشكل كبير منطقه الهيبس. برضه بنبدل وبنعمل لكل رجل 15 تكرار، وهيك بنكون عملنا تمريننا كامل، اللي هو بدنا نرجع نعيده بشكل سريع، عباره عن سكوات وزن او بدون تمام. بعدين حنعمل تمرين البريدج زي ما وريناكم بشكل سريع، اهم شيء موضوع النفس نضل متابعينه. بعدين هنا لانجز هون، نركز انه ركبتنا ما تطلع لقدام، بنرجع نبدل. اخر شيء حكينا عنه تمرين الكيك، بيستهدف منطقه الهبس. برضه 15 هون، برضه 15 هون. هيك بتكونوا عملتوا تمرين للور بدي واستهدفتوا منطقه الثاي والهبس. ان شاء الله بنشوفكم بالحلقات القادمه وتمرين جديد. ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح.